أهلا بكم من جديد. أفادت صحيفة كندية بأن السلطات الأمنية في كندا كشفت محاولة جديدة لاغتيال سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف على يد عملاء سعوديين. ونقلت صحيفة ذا جلوب أند ميل عن مصدر قالت إنه على اطلاع بالمسألة قوله إن تشديد الحراسة على ضابط الاستخبارات السعودي السابق الجبري جاء بعد اكتشاف السلطات الكندية محاولة جديدة لاغتياله بأيدي عملاء تابعين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وللوقوف على آخر ما ذكرته وسائل الإعلام الكندية حول موضوع تجديد الحراسة الأمنية على سعد الجبري، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة تورنتو الكندية زميل يحيى زكريا الصحفي بقناة الجزيرة مباشر. أحييك يحيى والحمد لله على السلامة، منذ فترة لم نراك على شاشة الجزيرة مباشر. ابتداء، هل تقف بنا على ما ذكرته وسائل الإعلام الكندية في سياق ما نتحدث فيه؟ أهلا بك أحمد. نعم. الله يسلمك. بداية، منذ إيداع سعد الجبري في الولايات المتحدة ضد محمد بن سلمان وأعضاء بالديوان الملكي، أصبحت وسائل الإعلام الكندية مشغولة بقضية سعد الجبري. أحدث هذه الأخبار جاءت من صحيفة جلوبال ميل الكندية التي كشفت نقلا عن مصادر لم تسمها أن سعد الجبري يخضع لحراسة مشددة للغاية من فرقة الخيال الكندية وهي الشرطة الفيدرالية الكندية، بالإضافة إلى حرس خاص، وأنه يقيم حاليا في منطقة تورونتو وفي مكان لم يكشف عنه. هذه الحراسة المشددة جاءت بعد كشف السلطات الكندية عن محاولات لاغتيال سعد الجبري، معظمها تم الكشف عنه في القضية التي أودعت في الولايات المتحدة. أحدث هذه المحاولات تحدث عنها خالد الجبري لقناة CNN وقال أنها كانت منذ قرابة الأسبوعين. The Global Mail محاولة أخرى تمت في أكتوبر من عام 2018، حينها وصل فرقة اغتيال وصلت من السعودية إلى مطار أوتاوا، ولكن شرطة الحدود منعتها من الدخول. نحن نتحدث عن أكتوبر 2018، أي بعد أسبوعين فقط من اغتيال جمال خاشقجي، لدرجة أن المصادر تتحدث The Global Mail أن السلطات التركية حذرت كندا بهذا الشأن، وأن سلطات غربية أخرى حذرت كندا، ولذلك كانت على استعداد ومنعت هذه الفرقة من الدخول. المحاولة الأحدث التي وردت في القضية التي رفعها سعد الجبري كانت في مايو من هذا العام. يتحدث سعد الجبري في قضيته أنه تم الاستماع إلى محمد بن سلمان في منطقة نيوم، يتحدث إلى مستشاري ويقول أنه يجب أن نقوم بمحاولة جديدة لاغتيال سعد الجبري، وأنه حصل على فتوى
تبيح قتله، وأن هذه المرة يجب أن يتم التنفيذ عن طريق البر وليس عن طريق الجو حتى لا يتم منع الفريق كما حدث في مطار أوتاوا. فهذه المرة كانت الخطة أن تتم الاغتيال عن طريق البر دخولا من الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق إرسال فريق اغتيال عبر الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا. ربما تتذكر منذ يومين وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير تحدث للجزيرة وقال إن السلطات في كندا على علم بهذه المحاولات وعلى علم بمحاولات مراقبة واغتيال وتهديد حياة أفراد مقيمون في كندا، وقال إن كندا لن تتسامح مع هذه المحاولات. بمعنى ماذا لن تتسامح كندا فيما يخص هذه المحاولات؟ يعني هل هناك إجراءات معينة ستقوم بها الحكومة الكندية تجاه محاولة استهداف سعد الجبري يعني ضابط المخابرات السعودي السابق على أراضيها؟ السلطات في كندا تتعامل مع محاولة اغتيال سعد الجبري كتهديد للأمن القومي. هناك دولة أجنبية تحاول اغتيال شخص مقيم بشكل قانوني على أراضي هذه الدولة، وبالتالي لا يوجد أي دولة يمكن أن تقبل مثل هذا الأمر، والسلطات في كندا تتعامل مع هذا الأمر كخط أحمر وتهديد لأمنها القومي يجب أن تتعامل معه ويجب أن تمنعه بأي شكل. بشكل أساسي نحن نتحدث عن الفريق الذي أتى في أكتوبر، كان يأتي بأدوات طب شرعي وأدوات للتشريح مثل التي ضبطت مع أو التي رصدت مع فريق اغتيال جمال خاشقجي. فنحن نتحدث عن فرقة اغتيال احترافية تأتي إلى الأراضي الكندية لمحاولة اغتيال شخص، هذا غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للسلطات الكندية. وسائل الإعلام يحيى، وأنت بالتأكيد متابع وسائل الإعلام الكندية، كيف تناولت هذا الموضوع؟ كيف كان تأثير حتى صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعدما قيل أنه يرسل يعني فرق لاغتيال شخص يقيم على الأراضي الكندية؟ تم التعامل مع الأمر بحالة من الصدمة. رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق في كندا تحدث لدي جلوب الميل أن قال أن محمد بن سلمان يبدو كشخص وحشي، واستدل على ذلك باغتيال جمال خاشقجي. أيضا يجب اللفت الانتباه إلى اشتباك كندي سعودي حدث في عام 2018 قبل اغتيال جمال خاشقجي، عندما غردت وزيرة الخارجية آنذاك بتغريدة خاصة بحقوق الإنسان، وحينها قامت السعودية بإجراءات بدت مستغربة للغاية من السلطات في كندا، وقامت بسحب مبتعثيها وإيقاف الاستثمارات مع كندا. يجب التنويه إلى أنه حتى قبل 4 أشهر فقط السلطات الكندية قد وضعت منعا على تصدير الأسلحة إلى السلطات السعودية، ومنها صفقة مدرعات هامة للغاية بالنسبة للسعودية تستخدمها في حرب اليمن. تم رفع هذا الحظر قبل 4 أشهر فقط. يبدو أن السلطات الكندية ستعيد النظر في هذا الحظر بعد هذه التطورات التي تحدث. نعم. خصوصا أن وزير الخارجية الكندي تحدث قبل يومين وقال إنه سينتهز أقرب فرصة للحديث إلى نظيره السعودي بهذا الشأن. نعم، على أي حال أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. يحيى زكريا صحفي بقناة الجزيرة مباشر، كنت معي عبر سكايب من مدينة تورونتو الكندية. وما زلنا مع هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأيرلندية المعارض السعودي عبد العزيز المؤيد. أحييك عبد العزيز، يعني أعتقد السؤال الذي يسأل كثيرا الآن، ما كل هذا الاهتمام سواء بمحاولة اختطاف، محاولات متكررة لاختطاف الجبري وعادته إلى السعودية، أو بمحاولات أيضا متكررة في الأراضي الأمريكية والأراضي الكندية لاغتياله، لماذا كل هذا الاهتمام بالجبري؟ طبعا أنا حسب ما أقرأه من المشهد السعودي ومن تصرفات محمد بن سلمان، أن محمد بن سلمان بسبب وصوله للسلطة بشكل ليس فيه أي نوع من الاستحقاق، يعني هو لم يكن مثلا في ترتيب العائلة من المتوقع أن يكون في هذا المنصب، لمجرد أن أباه يعني وصل للملك، وهذا شفناه مع عبد العزيز بن فهد قبل محمد بن سلمان، نفس السيناريو يتكرر.
بس محمد بن سلمان يعرف كم هو هش وكم هو سهل أنك تتبقى في هذه العائلة. يعني بس يبغى لك تكون عنيف شوية وعندك علاقة كويسة مع الأمريكان أنت يعني بسهولة تأخذ مكانك. فهو لأنه يعرف ضعفه أيضا يعرف أن اللي سواها السنوات اللي راحت، صحيح هو في البداية ظهر للغرب بمظهر المجدد أو اللي يطور المملكة اللي فعلا كانت تحتاج تطوير، لكن أثبت أنه غير كفو وأنه شخصية تخلق المشاكل. فهو يتصور أنه هناك من أنه هناك رغبة في تغييره، وهو محق في هذا التصور لأنه طريقة إدارة المملكة لا تفيد أحد، يعني لا الأسرة الحاكمة لا الحلفاء الغربيين وطبعا الشعب بشكل أساسي. فمحمد بن سلمان خايف جدا من أي منافسة محتمل، خلينا نقول، فهو يستهدف الجبري لأنه يشوف فيه تهديد الجبري ممكن يساعد أنه مثلا محمد بن نايف يتحرك أو أحمد بن عبد العزيز يتحرك. فأنا أتصور الموضوع هو سياسي وهو في هذا السياق، لا أتصور أنه كل هذه المطاردات عشان الجبري حسب اتهامهم سرق مبلغ معين من المال. لا لا يعني البعض يتحدث على أن الجبري يعني صندوق أسود فيما يخص العائلة السعودية، لديه الكثير من المعلومات، لديه قيل كلام على أنه استطاع أن يرشد بعض أجهزة المخابرات لحقيقة ما حدث لجمال خاشقجي وبدر العساكر مستشار ولي العهد السعودي. هل هذا حقيقي؟ طبعا انا حسب قراءتي انه المطارده الاساسيه او المشكله بدات مع الجبري هي مرتبطه بمحمد بن نايف وارتباطه بمحمد بن نايف. الان ما حدث بعد ذلك بين الجبري وبين الحكومه السعوديه انا اقرا في سياق تصعيد من محمد بن سلمان وشعوره يعني انت سالت عن فرقه الترتيب فكان السفر لكندا والترتيب في امريكا. محمد بن سلمان لا يحسب العواقب ويتصرف يعني تصرف خلينا نقول تلقائي انفعالي، ولذلك يعني الطرف الآخر مثلا الجبري في هذه الحالة هو في حالة دفاع عن النفس. يعني المشاهد الكريم له أن يتخيل أنه أبناؤه يستخدموا كطعم بشري، اثنين من أبنائك معتقلين، ليس لديه خيار آخر. لو نظرنا إلى السياق المسجات بينه وبين محمد بن سلمان نجد أنه قريب من يعني ليس معارض، ولم يقول لا ملكية سورية ولا قال انتخابات ولا حاجة. ابقى معي عبد العزيز، سأعود إليك، لكن ينضم إلينا الآن عبر سكايب من واشنطن البروفيسور ويليام لورنس، أستاذ الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن والدبلوماسي الأمريكي السابق. بخبرتك بالمملكة بالشرق الأوسط ابتداء، يعني في تصورك لماذا كل هذا الاهتمام من قبل ولي العهد السعودي بسعد الجبري؟ الرجل تحرش به أو بعض أفراد أسرته على الأراضي الأمريكية، يريد اغتياله مرة ثم مرة أخرى على الأراضي الكندية. هل هناك تفسير لذلك من وجهة نظرك لورنس؟ طبعا هذه العملية وهذه المؤامرة للنيل من سعد الجابري هي لديها أسباب شخصية بالدرجة الأولى، وخاصة بالسعي لمتابعة مسؤول وعلاقته السابقة بأجهزة معينة. ولهذا نجد الآن بأن هذا هناك ضغط من قبل الحكومة السعودية للقيام بشيء انطلاقا من استهداف السيد الجبري أو الضغط عبر أبنائه. لهذا نعتبر الآن بأن الشيء الجديد الآن هو أن العلاقة بين محمد بن سلمان وحكومة ترامب هي تبدو هي المعتمدة في هذه القضية، وخاصة الملاحظة الآن بأن سعي الحكومة السعودية على الضغط عبر أبناء سعد الجبري تمثل جزءا من هذه العملية وهذه المؤامرة. طيب، على ما يبدو أن ترامب استطاع بشكل أو بآخر حماية محمد بن سلمان في قضية خاشقجي. اليوم أبناء سعد الجبري وسعد الجبري نفسه يرفع قضية في المحاكم الأمريكية. تعتقد إدارة ترامب هل ستستطيع أيضا حماية بن سلمان فيما يخص قضية الجبري كما فعلت مع قضية خاشقجي أم لا؟ You have to repeat the question because the answer is now, do you believe that Trump now has taken some lessons concerning the killing of Khashoggi and try to not repeat the same scenario? I think Trump has أعتقد بأن ترامب لديه علاقات صعبة ومركبة جدا مع
مع مجموعة من الدول، وأنه طبعا لديه هو نظام ديكتاتوري في واقع الأمر، وهو في واقع الأمر هو ربما لا يمكنه الآن أن يتحمل هذه الجرأة الزائدة والجرأة الزائدة للأمير محمد بن سلمان وسعيه إلى محاولة استقدام المعارضين أو استهدافهم. إذن الآن يبدو أن ترامب يسعى إلى محاولة البحث عن أرضية وسطى بين محاولة محاولة عدم منع هذه الأفعال، وبالتالي ضبط أو استمرار ومحافظة على علاقته مع الأمير سلمان. وهذا طبعا يبدو أنه يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملفات المرتبطة بعلاقة المملكة العربية السعودية باليمن إلى جانب ملفات أخرى. وهذا ما لاحظناه الآن على مستوى هذه السياسة المعتمدة من قبل السعودية. نعم، ويليام لورنس أستاذ الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن، الدبلوماسي الأمريكي السابق، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب من واشنطن. كما أشكر ضيفي من أيرلندا عبر الهاتف السيد عبد العزيز المؤيد المعارض السعودي. مشاهدينا الكرام، مسائية مستمرة، وبعد الفاصل اكتمال دورة ثمانية لدورة أبطال أوروبا، برشلونة الإسبانية تخطى